معاكم رنا هاني، معيدة قسم إدارة الأعمال. إن شاء الله أكون معاكم في مادة إدارة المواد. نيجي نبص سريعا كده على محتويات المنهج بتاعنا. هنلاقي إحنا بناخد في الفصل الأول اللي هيتم مناقشته في السكشن ده طبيعة وظيفة إدارة المواد، طبيعة ومفهوم وظيفة إدارة المواد. الفصل الثاني هناخد فيه تخطيط الاحتياجات من المواد، سواء في النظم التقليدية، ده المبحث الأول الفصل الثاني، أو بنظم الدفع، ده المبحث الثاني. هنيجي للفصل الثالث، هناخد نظم السحب. الفصل الرابع هنشوف إجراءات الشراء، تخطيط الاحتياجات من الموارد هنتكلم عليها، وبقى بالكمية والمواصفات ومصدر التوريد والسعر في التوقيت المناسب. الفصل الخامس هناخد اختيار مصدر التوريد المناسب. الفصل السادس اختيار وتحديد السعر المناسب. الفصل السابع إدارة المخزون. وفي إدارة المخزون في مبحثين، المبحث الأول بيتكلم عن أسس التفاعل، نظام التفاعل التفاعلي للمخزون، والمبحث الثاني بيتكلم عن نظم المخزون. هنناقش إن شاء الله الفصل الأول اللي هو طبيعة ومفهوم وظيفة إدارة المواد النهاردة. الفصل ده بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم فيه عن مفهوم وظيفة إدارة المواد. هنعرف في هي يعني إيه مواد، الفرق ما بين مفاهيم كده بيتم الخلط ما بينها بين مفهوم المواد، زي الشراء، التوريد، الإمداد والتموين، التوزيع المادي، وإدارة المواد. هناخد إيه هي أهمية وظيفة إدارة المواد، وأهداف وظيفة إدارة المواد، والمراحل اللي مرت بيها إدارة المشتريات أو وظيفة المشتريات اللي قادت في النهاية إلى ظهور إدارة المواد. نبتدي ناخد بقى أسئلة على الفصل الأول. السؤال الأول بيقول: تعتبر وظيفة إدارة المواد من الوظائف الأساسية للمشروع بغض النظر عن نوع المشروع. تعتبر وظيفة إدارة المواد من الوظائف الأساسية للمشروع بغض النظر عن نوع المشروع. طيب إحنا عندنا نوع المشروع، يا إما منظمات بتقدم سلع يا إما منظمات بتقدم خدمات. طيب هنا السؤال بيقول لي إن وظيفة إدارة المواد دي موجودة في أي مشروع، سواء كان بيقدم سلع أو بيقدم خدمات. طب هل هي موجودة فعلا في المنظمات زي المنظمات الخدمية، ولا موجودة بس في المنظمات السلعية؟ لا، احنا بشكل عام وظيفة إدارة المواد دي بيبقى ليها أهمية، يعني وجودها بيبقى ليه أهمية في المنظمة بغض النظر عن نوع أو طبيعة العمل بيبقى داخل المنظمة، يعني سواء منظمات سلعية، مصانع مثلا زي مصانع الغزل والنسيج، مصانع السيارات، أي منتجات ممكن بيتم إنتاجها داخل المنظمة، أو كمان المنظمات الخدمية زي المستشفيات، زي الجامعات، زي المدارس. المستشفيات دي مش مثلا بتبقى محتاجة الأدوية، مين اللي هيوفرها؟ إدارة المواد. محتاجة مثلا الأجهزة اللي بيتم بيها العلاج، مين بيوفرها؟ عندي برضو إدارة المواد. العدد والأدوات اللي بيتم استخدامها برضو اللي هيوفرها إدارة المواد. يبقى عندي بشكل عام وظيفة إدارة المواد بيبقى ليها أهمية جوه المنظمة بغض النظر عن نوع المشروع أو نوع أو وظيفة العمل اللي بيتم داخل المنظمة، سواء المنظمات دي كانت منظمات سلعية بتنتج سلع أو كانت منظمات خدمية. يبقى أنا عندي كده أول سؤال، هيبقى العبارة عبارة صحيحة: وظيفة إدارة المواد من الوظائف الأساسية للمشروع بغض النظر عن نوع المشروع. طيب السؤال بعد كده بيقول: تقتصر وظيفة إدارة المواد على المنظمات الصناعية. احنا لسه قايلين إن وظيفة إدارة المواد دي بيبقى ليها أهمية
في المنظمات السلعية بتقدم سلع، وفي المنظمات الخدمية. طب هنا السؤال بيقول لك تقتصر وظيفة إدارة المواد على المنظمات الصناعية. أنا بقول هنا إن المنظمات الصناعية فقط هي اللي بيبقى فيها إدارة للمواد. كلمة تقتصر دي أنا بقتصرها أو بحددها في المنظمات دي بس. فهنا العبارة طبعا هتبقى عبارة خاطئة، لأن أنا عندي وظيفة إدارة المواد بتكون موجودة جوه المنظمات اللي بتنتج سلع زي المنظمات الصناعية والمنظمات كمان اللي بتقدم خدمات. يبقى العبارة هنا هتبقى عبارة خاطئة. السؤال بعد كده بيقول تعتبر وظيفة إدارة المواد من الوظائف الأساسية في المنظمات السلعية. هنا السؤال بقى بيقول إن هي وظيفة أساسية من الوظائف اللي بتتم جوه المنظمات السلعية. طيب هنا العبارة هنا تبقى صحيحة ولا عبارة خاطئة؟ انا هنا ما قصرتش الوظيفه دي او الاداره الموجوده عندي دي بتاعه المواد على المنظمات السلعيه فقط، انا بقول ان هي بتبقى موجوده جوه المنظمات السلعيه، يبقى هنا العباره هتبقى عباره صحيحه، يعني هي فعلا وظيفه من الوظائف الاساسيه جوه المنظمات السلعيه. طيب نقول ترتبط أهمية وظيفة إدارة المواد بالمنظمات السلعية، يبقى هنا العبارة كده صح ولا خطأ؟ أنا بقول ترتبط أهمية وظيفة إدارة المواد بالمنظمات السلعية. تاني احنا قلنا إن إدارة المواد دي بيبقى ليها أهمية جوه المنظمة بغض النظر عن طبيعة العمل اللي بتتم جوه المنظمة دي، سواء منظمات سلعية أو منظمات خدمية. طب انا لما اقول هنا ترتبط اهميه وظيفه اداره المواد بالمنظمات السلعيه زي نعتبرها كانها تقتصر، يعني انا بربطها بس بالمنظمات السلعيه، يبقى هنا برضو العباره هتبقى عباره غير صحيحه لانها بترتبط بالمنظمات السلعيه والمنظمات كمان اللي بتقدم خدمات، يبقى هنا العباره هتبقى عباره خاطئه. طيب السؤال بعد كده بيقول لا يوجد أهمية لوظيفة إدارة المواد في المنظمات الخدمية. نفس النقطة برضو، لا توجد أهمية أو لا يوجد أهمية لوظيفة إدارة المواد في المنظمات الخدمية. تاني احنا قلنا برضو إن وظيفة إدارة المواد بيبقى ليها أهمية جوه المنظمة بغض النظر عن نوع أو طبيعة العمل داخل المنظمة، سواء كانت طبيعة العمل دي أو المنظمة دي بتقدم سلع أو بتقدم خدمات. يبقى لما أقول إن مفيش أهمية لوظيفة إدارة المواد في المنظمات الخدمية عبارة غلط، قلنا زي المستشفيات الحاجات اللي بتبقى محتاجها المستشفى واللي بتوفرها إدارة المواد، زي برضو الجامعات والمدارس كل الحاجات اللي بتستخدم في العملية التعليمية بقى، من الديسكات اللي بتتم قاعد عليها، بروجيكتور اللي الدكتور بيستخدمه، القلم، كل اللابتوب، أي حاجة بتستخدمها في العمليات التعليمية كل دي المفروض اللي بتوفرها عندي إدارة المواد. يبقى لما يقول لي لا يوجد أهمية لوظيفة إدارة المواد في المنظمات الخدمية طبعا هنا العبارة هتبقى عبارة غلط. السؤال بعد كده بيقول يعتبر تذبذب أسعار الحديد في السوق من الأسباب التي تؤدي إلى تعاظم دور إدارة المواد في شركات المقاولات. يعتبر تذبذب أسعار الحديد في السوق من الأسباب التي تؤدي إلى تعاظم دور إدارة المواد في شركات المقاولات. عندي في مجموعة من العوامل اللي بتساهم إن يكون إدارة المواد دي ليها دور كبير جوه الشركات، زي إيه؟ زي التغير اللي بيبقى مستمر عندي في ظروف توريد مستلزمات الإنتاج، المواد اللي أنا بستخدمها عندي في الإنتاج، واختلاف أسعارها من وقت للتاني، وكمان تذبذب حجم المعروض منها، يعني ساعات بيبقى فيه وقت في ظروف فيها ندرة في الموارد دي أو ظروف عندي فيها وفرة.
وطول فترة التوريد أحيانا في بعض الأوقات. فعندي في مجموعة من العوامل اللي بتأثر أو بتخلي دور إدارة المواد جوه المنظمة أكبر أو بيبقى ليه أهمية كبرى يعني. فعندي منها إيه اللي هو تذبذب الأسعار من وقت للتاني. فهنا كمثال تطبيقي، تذبذب أسعار الحديد في السوق من الأسباب التي تؤدي إلى تعاظم دور إدارة المواد في شركات المقاولات. ده كمثال تطبيقي، يبقى هنا عندي العبارة هتبقى عبارة صحيحة. السؤال اللي بعد كده بيقول: لا توجد اختلافات جوهرية بين مفاهيم الشراء والتوريد، التوزيع المادي، إدارة المواد، والإمداد والتموين. طيب قبل ما نقول في اختلافات أو مفيش اختلافات، عايزين نعرف إيه هو المقصود بكل مفهوم من المفاهيم دي: مفهوم الشراء، ومفهوم التوريد، ومفهوم التوزيع المادي، وإدارة المواد، والإمداد، والتموين. طيب يعني إيه شراء؟ بيقصد بالشراء مجموعة الأنشطة المرتبطة بالتعرف على وتوفير الاحتياجات من المواد، وده بيكون بالجودة المناسبة وبالكمية المناسبة وفي الوقت المناسب وبأقل تكلفة ممكنة ومصدر التوريد المناسب، مع ضمان تدفقها جوه يعني جوه المنظمة دي بالشكل السابق لمواقع الإنتاج، اللي هو بالجودة والتكلفة في الوقت المناسب ومصدر التوريد المناسب. يبقى يقصد بالشراء الأنشطة المرتبطة بالتعرف على وتوفير الاحتياجات من المواد. انا ايه هي المواد اللي انا محتاجها جوه المنظمه؟ طب المواد دي لما اجي اجيبها لازم تكون بمواصفات الجوده المناسبه، اول حاجه. بخمس حاجات اللي هي بالجوده المناسبه اول حاجه، وطبعا بالكميه المناسبه دي تاني حاجه، وفي الوقت المناسب دي تالت حاجه، وباقل تكلفه ممكنه ادي رابع حاجه، ومصدر التوريد المناسب ضمان مع ضمان تدفقها باللي هو بالخمس حاجات دي، بالجودة وبالكمية في الوقت المناسب وبالتكلفة ومصدر التوريد المناسب لمواقع الإنتاج والتشغيل. يبقى أدي تعريف أو مفهوم الشراء. طيب إيه هو مفهوم التوريد؟ طيب التوريد ده بيتضمن مجموعة من الأنشطة اللي بتشمل الشراء. كمان يبقى التوريد عندي بيتضمن الشراء، يبقى التوريد مجموعة من الأنشطة اللي بتشمل الشراء والتخزين والفحص والاستلام والتصرف في الفاقد أو التالف. يبقى عندي الشراء هو الأنشطة المرتبطة بالتعرف على وتوفير الاحتياجات من المواد. طيب التوريد بيتضمن مجموعة من الأنشطة اللي بتشمل الشراء والتخزين والفحص والاستلام والنقل والتصرف في الفاقد أو التالف. طيب هنيجي لمفهوم التوزيع المادي. يقصد بالتوزيع المادي بقى إيه؟ التوزيع المادي ده أنتوا كنتوا أخدتوا قبل كده في التسويق عناصر المزيج التسويقي. إيه عناصر المزيج التسويقي؟ المنتج والسعر والتوزيع والترويج. هذه الأربع عناصر للمزيج التسويقي: منتج، سعر، توزيع، والترويج. يبقى عندي التوزيع المادي دي أحد عناصر المزيج التسويقي. بيهتم بإيه؟ تخزين المنتجات تامة الصنع، تحديد مواقع المخازن، التعبئة والتغليف بتاع المنتجات بتاعتي، النقل للعملاء، وخدمات ما بعد البيع. وده بيعتبر أحد أنشطة إدارة التسويق، وبالتالي إحنا هنا مش هيتم التطرق ليه قوي جوه المنهج بتاعنا. يبقى إحنا كده عرفنا الفرق ما بين الشراء والتوريد، التوزيع المادي. طيب إدارة المواد. إدارة المواد هي كافة الأنشطة الإدارية التي تتضمن من تخطيط وتنظيم وتوجيه ومتابعة للأنشطة المرتبطة بتدفق المواد داخل التنظيم أو داخل المنظمة. يعني الأنشطة الإدارية بتاعتي
اللي أنا بعملها، بخطط وبنظم وبواجه، وكمان براقب الأنشطة المرتبطة بتدفق المواد داخل التنظيم ده، إدارة المواد. طيب إيه هو الإمداد والتموين؟ الإمداد والتموين ده ارتبط ظهورها بالجيش الفرنسي أول ما ظهرت، وكانت وظيفة ظهرت في الجيش ده، وبعدها تم استخدامها في المنظمات غير العسكرية. بقت الشركات بقى كده تستخدم مفهوم الإمداد والتمويل. طب بيقصد بيه الإمداد والتمويل إيه؟ تحقيق التنسيق الأمثل لعملية تحريك المواد الخام وتخزينها والنقل والمناولة الداخلية للمنتجات أو السلع تحت التشغيل، تخزين ونقل والتعبئة والتغليف لمنتجات تمت الصنع. يبقى يقصد بيها بالإمداد والتموين تحقيق التنسيق الأمثل لعمليات تحريك المادة الخام وتخزينها، المواد الخام بتاعتي اللي أنا بستخدمها في الإنتاج، والنقل والمناولة الداخلية للمنتجات أو السلع تحت التشغيل، بالإضافة لإيه كمان؟ تخزين ونقل والتعبئة والتغليف للمنتجات تمت الصنع. خلاص المنتجات اللي أنا عملتها. يبقى ما يقول لي لا توجد اختلافات جوهرية بين مفاهيم الشراء والتوريد والتوزيع المادي وإدارة المواد والإمداد والتموين، هل كلهم بيصبوا في حاجة واحدة؟ لأ، في اختلافات طبعا ما بين كل واحدة فيهم. يبقى هنا العبارة هتبقى عبارة غير صحيحة. السؤال اللي بعد كده بيقول يقصد بكلمة المواد هي المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف. يقصد بكلمة المواد هي المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف. طيب يعني ايه مواد؟ المواد بالمعنى الواسع ليها هي كل المستلزمات السلعية اللي انا بستخدمها جوه المنظمة. زي ايه؟ زي المادة الخام، قطع الغيار، مواد الصيانة، مواد التعبئة والتغليف، العدد والأدوات، الآلات والمعدات، حتى كمان السلع تحت التشغيل أو الصنع. دي كل المستلزمات السلعية اللي ممكن أنا أستخدمها في المنظمة. طب لما يقول لي يقصد بكلمة المواد المادة الخام ومواد التعبئة والتغليف، أنا بقصرهم بس على المادة الخام ومواد التعبئة والتغليف. يبقى هنا طبعا العبارة هتبقى غلط، لأن عندي المادة، كلمة المواد بالمعنى الواسع ليها بيشمل كل المستلزمات السلعية اللي بيتم استخدامها في المنظمة، واللي بتشمل بقى إيه؟ المادة الخام، قطع الغيار، مواد الصيانة، مواد التعبئة والتغليف، العدد والأدوات، الآلات والمعدات، السلع تحت التشغيل أو الصنع. يبقى العبارة عندي هنا عبارة خطأ. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول يدخل المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف في المفهوم الواسع لكلمة المواد. يعني يدخل المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف في المفهوم الواسع لكلمة المواد. تاني، احنا قلنا ان المواد بالمعنى الواسع كل المستلزمات السلعية اللي انا بستخدمها في المنظمة، من مادة خام وقطع غيار، مواد صيانة، مواد التعبئة والتغليف، العدد والأدوات والآلات والمعدات، والسلع تحت التشغيل او الصنع. فهنا ما يقول يدخل المادة الخام مواد التعبئة والتغليف في المفهوم الواسع لكلمة المواد، هنا العبارة تبقى عبارة صحيح. أنا ما قلتش إن هو دول بس هم اللي مقتصرين على كلمة المواد، أنا قلت إن هم بيدخلوا من ضمن إيه الحاجات بتاعت المفهوم، يعني من ضمن المفهوم الواسع لكلمة المواد. يبقى هنا العبارة هنا تبقى عبارة صحيح. عندي السؤال اللي بعد كده بيقول الشراء هو عبارة عن مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالتعرف على وتوفير الاحتياجات من المواد مع ضمان تدفقها لمواقع الإنتاج والتشغيل بمواصفات الجودة المناسبة والكمية المناسبة وفي الوقت المناسب وبأقل تكلفة ممكنة ومن مصدر التوريد المناسب. احنا كنا قلنا ان الشراء هو الانشطه المرتبطه بالتعرف على وتوفير الاحتياجات من المواد،
وده قلنا لازم يكون بخمس حاجات أساسية، اللي هم إيه؟ بالجودة المناسبة وبالكمية المناسبة وفي الوقت المناسب وبأقل تكلفة ممكنة ومن مصدر التوريد المناسب ومع ضمان تدفقها جوه المنظمة يعني لمواقع الإنتاج والتشغيل بالمواصفات السابقة دي أو بالشكل السابق، اللي هم بالخمس حاجات: بالجودة وبالكمية وفي الوقت وبالتكلفة ومصدر التوريد المناسب. يبقى هنا عندي العبارة هتبقى عبارة صحيحة. السؤال بعد كده بيقول: يعتبر مفهوم الشراء أشمل من مفهوم التوريد. احنا قلنا هو لسه قايلين ادي ده تعريف الشراء. الشراء ايه؟ هو عبارة عن مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالتعرف على وتوفير الاحتياجات من المواد مع ضمان تدفقها لمواقع الإنتاج والتشغيل بمواصفات الجودة المناسبة والكمية المناسبة في الوقت المناسب وبأقل تكلفة ممكنة ومن مصدر التوريد المناسب. طيب إيه هو مفهوم التوريد؟ إحنا قلنا التوريد بيتضمن الأنشطة التي تشمل إيه؟ الشراء والتخزين والفحص والاستلام والنقل والتصرف في الفقد أو التلف. يبقى معنى كده إن التوريد عندي مفهومه أشمل من مفهوم الشراء، لأنه بيضم أنشطة ووظائف أخرى بجانب الشراء. يعني إحنا هو كمان بجانب الشراء وهو بيضم أنشطة أخرى، إحنا قلنا زي التخزين والفحص والاستلام والنقل والتصرف في الفقد أو التلف. يبقى عندنا التوريد هو اللي أشمل من مفهوم الشراء، لأنه بيضم وظائف أخرى بجانب وظيفة الشراء. يبقى السؤال لما يقول لي يعتبر مفهوم الشراء أشمل من مفهوم التوريد، هنا العبارة هتبقى غلط. ليه؟ لأن التوريد يعتبر أشمل من الشراء، لأنه بيضم وظائف وأنشطة أخرى بجانب الشراء. هنا التوريد هو الأنشطة التي بتشمل الشراء والتخزين والفحص والاستلام والنقل والتصرف في الفقد أو التلف. يبقى عشان هو في أنشطة بجانب الشراء، أنشطة أخرى بيقوم بيها، فهو أعم وأشمل من مفهوم الشراء. السؤال بعد كده بيقول: وظيفة التوريد أوسع في النطاق من وظيفة الشراء. وظيفة التوريد أوسع في النطاق من وظيفة الشراء. أنا هنا بقول إن التوريد أوسع أو يعني بيشمل على حاجات أكتر من الشراء. احنا لسه قايلين إن التوريد فعلا من بأن هو بيتضمن على وظائف وأنشطة أخرى بجانب الشراء، زي التخزين والفحص والاستلام والنقل والتصرف في الفقد والتلف. لكن الشراء هو كل الأنشطة المرتبطة بالتعرف على وتوفير الاحتياجات من المواد، وإن التوريد بيتضمن أنشطة أخرى بجانب الشراء، وبالتالي يبقى وظيفة التوريد عندي أوسع في النطاق من وظيفة الشراء. يبقى هنا العبارة هتبقى عبارة صحيحة. السؤال بعد كده بيقول: ارتبط ظهور وظيفة التوريد بالجيش ثم تم استخدامها في المنظمات غير العسكرية. تاني، ارتبط ظهور وظيفة التوريد بالجيش ثم تم استخدامها في المنظمات غير العسكرية. احنا كنا قلنا ان مين اللي ارتبط ظهورها بالجيش الفرنسي، هو اول ما ظهر وبعد كده تم استخدامها في المنظمات غير العسكرية. قلنا إن وظيفة الإمداد والتمويل هي اللي ارتبط ظهورها بالجيش الفرنسي في أول ظهور ليها يعني، وبعد كده تم استخدامها في المنظمات غير العسكرية. طب وبيقصد بالإمداد والتمويل إيه؟ تحقيق التنسيق الأمثل لعمليات تحريك المواد الخام وتخزينها، النقل والمناولة الداخلية للمنتجات أو السلع تحت التشغيل، وتخزين ونقل والتعبئة والتغليف لمنتجات تامة الصنع. يبقى هنا عندي العبارة هتبقى غلط. ليه؟ لأن عندي وظيفة التوريد دي هتبقى وظيفة الإمداد والتمويل.
طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: تسعى وظيفة الإمداد والتموين إلى تحقيق التنسيق الأمثل لعمليات تحريك المواد الخام وتخزينها، النقل والمناولة الداخلية للمنتجات أو السلع تحت التشغيل، وتخزين ونقل والتعبئة والتغليف للمنتجات تامة الصنع. تاني، احنا قلنا ان وظيفة الامداد والتموين دي اول ظهور ليها كان في الجيش الفرنسي، وبعد كده تم استخدامها في المنظمات غير العسكرية، في الشركات اللي ابتدت تستخدم المفهوم بتاع وظيفة الامداد والتموين. طيب بتهدف لايه وظيفة الامداد والتموين، او بتعمل ايه؟ بتحاول تحقق التنسيق الامثل لعمليات تحريك المادة الخام وتخزينها والنقل والمناولة الداخلية للمنتجات او السلع تحت التشغيل، والحاجات اللي بتحصل جوه المنظمة، بجانب بقى تخزين ونقل والتعبئة والتغليف للمنتجات تامة الصنع. كمان بتشمل كمان ان انا يعني بتوصل المنتج بتاعي اللي انا بنتجه كمان للعميل، النقل كمان للمنتجات تامة الصنع. يبقى عندي هنا العبارة هتبقى عبارة صحيحة. السؤال اللي بعد كده بيقول: يعتبر نشاط التوزيع أحد الأنشطة الرئيسية لإدارة المواد. يعتبر نشاط التوزيع أحد الأنشطة الرئيسية لإدارة المواد. إحنا قلنا التوزيع المادي ده هو إيه؟ هو عبارة عن عنصر من عناصر المزيج التسويقي. إحنا قلنا عناصر المزيج التسويقي اللي درستوها قبل كده في التسويق، اللي هو منتج والمنتج والسعر والتوزيع والترويج. دول الأربع عناصر بتوع المزيج التسويقي، والتوزيع المادي ده أو التوزيع هو أحد عناصر المزيج التسويقي. يبقى يعتبر نشاط التوزيع أحد الأنشطة الرئيسية لإدارة المواد، لأ، لإدارة إيه؟ التسويق. يبقى عندي هنا كده إيه؟ عبارة تبقى عبارة خطأ. طيب السؤال بعد كده بيقول: يعتبر التوزيع المادي أحد عناصر المزيج التسويقي. يعتبر التوزيع المادي أحد عناصر المزيج التسويقي. يبقى هنا كده إيه؟ العبارة هتبقى عبارة صحيحة. وهنا إيه هي عناصر المزيج التسويقي؟ المنتج والسعر والتوزيع والترويج. يبقى التوزيع هو فعلا أحد عناصر المزيج التسويقي. طيب بيقولي: ترتبط وظيفة التوزيع المادي بالأنشطة الخاصة بالمنتجات تامة الصنع والتعامل مع العملاء. طيب التوزيع المادي ده بيعمل ايه؟ هو وظيفته ايه جوه المنظمة؟ طيب احنا قلنا الأنشطة بتاعته: تخزين المنتجات تامة الصنع، تحديد مواقع المخازن، التعبئة والتغليف، النقل للعملاء، وخدمات ما بعد البيع. تاني: تخزين المنتجات تامة الصنع، تحديد مواقع المخازن، التعبئة والتغليف، النقل للعملاء، وخدمات ما بعد البيع. يبقى فعلا الأنشطة اللي هو بيقوم بيها دي خاصة بالمنتجات تامة الصنع، المنتجات اللي أنا خلاص عملتها، وكمان من تخزين ليها بقى وتحديد مواقع المخازن والتعبئة والتغليف ليها، كمان التعامل مع العملاء ان انا ابتدي انقلها للعملاء واشوف خدمات ما بعد البيع للمنتجات بتاعتي. يبقى ترتبط وظيفة التوزيع المادي بالأنشطة الخاصة بالمنتجات تامة الصنع والتعامل مع العملاء. يبقى عندي عبارة هنا هتبقى عبارة صحيحة. السؤال بعد كده بيقول: تهتم وظيفة التوزيع المادي بتخزين المنتجات تامة الصنع، تحديد مواقع المخازن، التعبئة والتغليف، النقل للعملاء، وخدمات ما بعد البيع. تاني: احنا قلنا وظيفة ان وظيفة التوزيع المادي دي احد عناصر المزيج التسويقي. يعني هم ايه عناصر المزيج التسويقي؟ منتج، سعر، توزيع، ترويج. فالترويج هو احد عناصر المزيج التسويقي. طيب الانشطة اللي بيقوم بيها: تخزين المادة، تخزين المنتجات تامة الصنع، تحديد مواقع المخازن، تعبئة والتغليف، نقل العملاء، خدمات ما بعد البيع،
كل الأنشطة اللي بيقوم بيها دي بيكون أنشطة خاصة بالمنتجات تم تألصنها والتعامل مع العملاء، ملوش علاقة بالمادة الخام بتاعتي. يبقى تهتم وظيفة التوزيع المادي بتخزين المنتجات تم تألصنها وتحديد مواقع المخازن، التعبئة والتغليف، النقل للعملاء وخدمات ما بعد البيع. بهنا العبارة عبارة صحيحة، والتوزيع المادي أحد عناصر المزيج التسويقي. طيب السؤال بعد كده بيقول: تقتصر وظيفة إدارة المواد على تخطيط وتنظيم وتوجيه ومتابعة الأنشطة المرتبطة بتدفق المواد داخل التنظيم. تاني، تقتصر وظيفة إدارة المواد على تخطيط وتنظيم وتوجيه ومتابعة الأنشطة المرتبطة بتدفق المواد داخل التنظيم. احنا كنا عرفنا إدارة المواد وقلنا إن هي كافة الأنشطة الإدارية التي تتضمن تخطيط وتنظيم وتوجيه ومتابعة الأنشطة المرتبطة بتدفق المواد داخل التنظيم أو داخل المنظمة عندي. يبقى إدارة المواد هنا ملهاش أي علاقة بالمنتجات تمت الصنع أو أي نشاط ليه علاقة بالمنتجات تمت الصنع، هي كل اهتمامها بتدفق المواد داخل التنظيم، بتخطط وتنظم وتوجه وتراقب الأنشطة المرتبطة بتدفق المواد داخل التنظيم. مش معنى إن أنا شفت كلمة تقتصر جوه الجملة ممكن إنها غلط، ممكن هي فعلا بتقتصر على الحاجات دي. يبقى لما يقول تقتصر وظيفة إدارة المواد على تخطيط وتنظيم وتوجيه ومتابعة الأنشطة المرتبطة بتدفق المواد داخل التنظيم، يبقى عندي كده العبارة عبارة صحيح، لأن فعلا دي الأنشطة اللي هي بتقوم بيها. السؤال اللي بعد كده بيقول: ترتبط وظيفة إدارة المواد بتخطيط وتنظيم وتوجيه ومتابعة الأنشطة المرتبطة بتدفق المواد داخل التنظيم بالإضافة إلى تدفق السلع تامة الصنع إلى السوق. أنا هنا بقول بقى إيه؟ إن وظيفة إدارة المواد دي بترتبط فعلا بالأنشطة المتعلقة بتدفق المواد داخل التنظيم. تدفق المواد داخل التنظيم أدي الجزء الأولاني أهو، لكن كمان أنا ضفت للجملة كمان إيه؟ تدفق السلع التامة الصنع إلى السوق. هل إدارة المواد ليها علاقة بتدفق السلع التامة الصنع إلى السوق؟ لأ، يبقى عندي هنا العبارة هتبقى عبارة خاطئة. ليه؟ لأن هي بس بترتبط بتخطط وتنظم وتوجه وتتابع الأنشطة المتعلقة بتدفق المواد داخل التنظيم فقط، ملهاش علاقة بتدفق السلع تامة الصنع إلى السوق. يبقى هنا عندي العبارة هتبقى عبارة غلط. طيب قبل ما أخش في السؤال اللي بعديه، طب إيه هي الأنشطة اللي بتقوم بيها أصلا إدارة المواد؟ عندي أول حاجة تخطيط الاحتياجات من المواد، بعد كده الحصول على المواد، بشوف أنا هجيب المواد بتاعتي دي إزاي، بخطط لها، بشوف نظم سواء هستخدم بقى لما بتيجي أخطط سواء هستخدم نظم تقليدية، نظم الدفع، نظم السحب، بعد كده هشوف الحصول على المواد بتاعتي، إجراءات الشراء، اختيار مصدر التوريد المناسب، تحديد السعر المناسب. تالت نشاط عندي توزيع المواد على الوحدات داخل التنظيم، شوف أنا هوزع المواد عندي إزاي، إيه كل وحدة محتاجة إيه. ورابع نشاط عندي اللي هو إدارة المخزون. يبقى عندي دي الأنشطة اللي بتقوم بيها إدارة المواد، وكل الأنشطة دي ملهاش علاقة بالسلع تامة الصنع تماما، عشان كده هنا عندي العبارة هتبقى عبارة غلط. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول بقى إيه؟ يعتبر مفهوم إدارة الإمداد والتموين أكثر اتساعا من مفهوم إدارة المواد. احنا لسه قايلين إدارة المواد إيه؟ كل الأنشطة المتعلقة بتدفق المواد داخل التنظيم.
تدفق المواد داخل التنظيم، وقلنا إن إدارة المواد ملهاش علاقة بتدفق السلع تامة الصنع أو المنتجات اللي أنا أنتجتها دي للسوق، هي ملهاش علاقة، هي بشوف عندي الحاجات اللي جوه المنظمة محتاجها. طيب إحنا قلنا الإمداد والتموين بقى إيه؟ إحنا قلنا تاني الإمداد والتموين ده اللي ارتبط ظهوره بالجيش الفرنسي وبعد كده تم استخدامه في المنظمات غير العسكرية، وقلنا ان الامداد والتموين بيحاول ان هو يحقق التنسيق الامثل لعمليه تحريك المواد الخام وتخزينها والنقل من المولة الداخليه للسلع او المنتجات تحت التشغيل، والحاجات اللي بتتم عندي هي جوه المنظمه، وكمان تخزين ونقل والتعبئه والتغليف للمنتجات تامه الصنع، بالاضافه الى ايه تخزين ونقل والتعبئه والتغليف للمنتجات تامه الصنع. يبقى انا كده ايه كمان الزياده على اللي فات الايه بشوف تدفق السلع اهي للسوق، زي بخزنها واعمل لها تعبئه وتغليف وانقلها للعميل بتاعي. يبقى السؤال هنا ما يقول يعتبر مفهوم اداره الامداد والتمويل اكثر اتساعا من مفهوم اداره المواد، يبقى هنا العباره عباره صحيحه لانه كمان بيشتمل على انشطه اخرى الخاصة بالمنتجات تهتمت الصنع. يبقى هنا العبارة هتبقى عبارة صحيحة. السؤال بعد كده بيقول يعتبر إدارة المواد وظيفة من وظائف الإدارة، يعتبر إدارة المواد وظيفة من وظائف الإدارة. أنت كنت أخدت قبل كده وظائف الإدارة جوه المنظمة إيه؟ أو لسه إحنا لسه قايلينها أهي، ترتبط وظيفة إدارة المواد إحنا قلنا بإيه؟ بالتخطيط والتنظيم والتوجيه ومتابعة الأنشطة، دي هي وظائف الإدارة، تخطيط تنظيم توجيه ومتابعة، دي وظائف الإدارة. طب إيه هي وظائف المنظمة أو وظائف المشروع؟ سواء بقى تسويق، تمويل، HR، إدارة مواد. يبقى عندي إدارة المواد مش وظيفة من وظائف الإدارة، وظائف الإدارة هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، يبقى وظائف الإدارة دي غلط. طيب السؤال اللي بعد كده، وظيفة إدارة المواد من وظائف المنظمة، قلنا وظائف الإدارة اللي هو تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة، لكن وظائف المنظمة أو وظائف المشروع اللي هي بقى تسويق وتمويل، إدارة مواد، HR وهكذا، إنتاج وعمليات. يبقى وظيفة إدارة المواد من فعلا وظيفة من وظائف المنظمة، يبقى العبارة عندي عبارة صحيحة. السؤال بعد كده بيقول تعتبر الجدولة والمناولة الداخلية ضمن الأنشطة الأساسية لوظيفة إدارة المواد، تعتبر الجدولة والمناولة الداخلية ضمن الأنشطة الأساسية لوظيفة إدارة المواد. احنا لسه كنا قايلين من شوية الوظائف الأساسية لإدارة والأنشطة الأساسية اللي بتقوم بيها إدارة المواد، احنا قلنا ايه هي اللي هي تخطيط الاحتياجات من المواد، وفي تخطيط الاحتياجات دي احنا ناخد النظم التقليدية ونظم السحب ونظم الدفع، و النشاط التاني الحصول على المواد، إجراءات الشراء، اختيار مصدر التوريد المناسب، تحديد السعر المناسب. النشاط التالت بتقوم بيها ان هي بتوزع المواد على وحدات داخل التنظيم، واخر نشاط خالص اللي هو إدارة المخزون. دول الأربع الأنشطة الأساسية اللي بتقوم بيها إدارة المواد. بعض الناس قسموا الأنشطة دي إلى أنشطة فرعية بتصل يعني هم دول أربعة ممكن تصل إلى 11 نشاط، دخلوا فيها بقى نشاط جدولة الإنتاج والمناولة الداخلية من ضمن الأنشطة اللي بتقوم بيها إدارة المواد. بس الكلام ده كلام مش صحيح، لأن دي الأنشطة دي بتكون من ضمن وظائف العمليات والإنتاج،
او المرجع اللي انت بتعتمد عليه في الكورس بتاع مادة إدارة المواد بيرفض دخول جدولة الإنتاج والمناولة الداخلية من ضمن الأنشطة اللي بتقوم بيها إدارة المواد. ليه؟ لأن هو بيعتبرها إن دي من الأنشطة اللي المفروض بتقوم بيها إدارة العمليات والإنتاج. يبقى لما يقول لي تعتبر الجدولة والمناولة الداخلية ضمن الأنشطة الأساسية لوظيفة إدارة المواد، هنا العبارة عبارة خاطئة. إدارة المواد دي هتبقى إدارة العمليات والإنتاج، إن هنا المرجع بيعتمد على إن الجدولة والمناولة الداخلية دول من الأنشطة اللي بتقوم بيهم إدارة العمليات والإنتاج وليست إدارة المواد، وإن الأنشطة الأساسية اللي بتقوم بيها إدارة المواد أي تخصيص الاحتياجات من المخزون من المواد والحصول على المواد، توزيع المواد على الوحدات داخل التنظيم، وآخر حاجة إدارة المخزون. السؤال بقى كده بيقول يختلف المسميات والمستوى التنظيمي لإدارة المواد من منظمة لأخرى. تختلف المسميات والمستوى التنظيمي لإدارة المواد من منظمة لأخرى. طيب احنا قلنا ان إدارة المواد دي احد وظائف المنظمة، ومن الضروري تحقيق التنسيق والتكامل بينها اللي هي وظيفة إدارة المواد وما بين الوظائف الأخرى اللي موجودة في المنظمة عشان المنظمة عندي تقدر تحقق أهدافها. طب هل وظيفة إدارة المواد دي نفس المسمى ونفس المستوى التنظيمي في كل المنظمات؟ لا، الإجابة لا، بتختلف المسميات من منظمة لأخرى، والمستوى التنظيمي بيختلف إيه من منظمة لأخرى، وكمان الأنشطة الخاصة بإدارة المواد ومسمياتها بتختلف من منظمة لأخرى وبيختلف مستواها التنظيمي. طيب إيه العوامل اللي ممكن تأثر في ده اللي بتخلي فيه اختلاف في المسميات واختلاف في المستوى التنظيمي؟ في بعض العوامل زي حجم المنظمة، زي الأنشطة اللي بتقوم بيها إدارة المواد، زي طبيعة الإدارة في المنظمة. يعني كل ما كان حجم المنظمة كبير بالتالي إنفاقها هيبقى كبير، تكلفة الوظائف دي هتبقى مرتفعة، وبالتالي مستواها التنظيمي هيبقى عندي مرتفع. ممكن أحطها في إدارة وسطى، ممكن أخلي بعض قرارات إدارة في يد الإدارة العليا. كمان كل ما زادت عدد الأنشطة اللي بتقوم بيها إدارة المواد، كل ما هيزيد ليها إيه أهمية جوه عندي جوه المنظمة. وإيه طبيعة الإدارة في المنظمة؟ لو عندي إدارة في المنظمة إدارة مركزية، كل حاجة في إيد الإدارة العليا، هم اللي بياخدوا القرارات وهم اللي بيعملوا كل حاجة، يبقى أنا عندي هنا هتقل أهمية إيه الوظائف دي. طيب لو في عندي لا مركزية أو في تفويض السلطة، بفوض السلطة للإدارة يعني للطبقة الوسطى مثلا أو الطبقات الأدنى عندي من الإدارة العليا، في تفويض عندي للسلطة، مش الإدارة مش متركزة كلها في يد الإدارة العليا، يبقى بتزداد أهمية الوظائف دي. يبقى أنا عندي بتختلف المسميات والمستوى التنظيمي لإدارة المواد من منظمة لأخرى، العبارة هنا هتبقى عبارة صحيحة. سؤال بيقولي هناك بعد كده هناك علاقة عكسية بين حجم المنظمة والمستوى التنظيمي لإدارة المواد. هناك علاقة عكسية بين حجم المنظمة والمستوى التنظيمي لإدارة المواد. احنا قلنا ان من العوامل اللي بتأثر على اختلاف المستويات واختلاف المستوى التنظيمي بتاعي ايه؟ حجم المنظمة. قلنا تاني قلنا لما حجم المنظمة هيبقى كبير انفاقها هيبقى كبير، وبالتالي تكلفة الوظائف دي هتبقى مرتفعة. طيب لو التكلفة عندي هتبقى مرتفعة، يبقى دي حاجة مهمة عندي جوه المنظمة، وبالتالي هيبقى مستواها التنظيمي هيبقى مرتفع، هتبقى في الهرم ايه التنظيمي، ممكن تحط إدارة وسطى، أو كمان ممكن بعض القرارات قلنا ممكن تبقى في يد الإدارة العليا. طيب هنا هل هي علاقة هنا عكسية ولا علاقة طردية؟ لا، احنا قلنا كل ما بيزيد حجم المنظمة انفاقها بيزيد والتكلفة الوظائف بتبقى بتزيد، يبقى مستوى التنظيم هيبقى مرتفع.
يبقى العلاقة هنا مش علاقة عكسية، تبقى علاقة طردية. كل ده ما بيزيد، كل ما حجم المنظمة بيزيد، يبقى المستوى التنظيمي لإدارة المواد عندي هيزيد. هيبقى مثلا في الإدارة الوسطى وهكذا. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: يمكن للظروف الاقتصادية أن تعظم أو تخفض دور وظيفة إدارة المواد في المنظمة. سؤال تاني بيقول: يمكن للظروف الاقتصادية أن تعظم أو تخفض دور وظيفة إدارة المواد في المنظمة. احنا كنا قلنا قبل كده ان وظيفة إدارة المواد دي بيبقى ليها أهمية في جميع المنظمات بغض النظر عن نوع المنظمة دي أو أهدافها، لكن في عوامل ممكن تأثر في درجة أهميتها. زي إيه؟ زي نوعية النشاط بتاعة المنظمة، زي الظروف الاقتصادية، أهداف المنظمة، الظروف الخاصة بالمنظمة. طيب الظروف الاقتصادية، لو في مثلا ندرة عندي في مادة مثلا معينة أنا بستخدمها في الإنتاج، فده هيترتب عليه إيه؟ إن هيبقى في مسؤولية كبيرة على إدارة المواد في توفير المادة دي. فلو المادة دي مش موجودة، عشان المادة دي لو مش موجودة الشركة عندي أو المنظمة عندي مش هتعرف تنتج، وبالتالي هتزداد أهمية دور إدارة المواد جوه المنظمة. طيب لو في وفرة، خلاص المادة دي متوفرة عندي في السوق مفيهاش أي مشكلة، وبالتالي دور إدارة المواد هنا مش هيبقى بنفس الأهمية اللي لما يبقى في ندرة عندي جوه البلد اللي أنا شغالة فيه. يبقى يمكن للظروف الاقتصادية أن تعظم أو تخفض دور وظيفة إدارة المواد في المنظمة. يبقى عندي العبارة هتبقى عبارة صحيحة. طيب السؤال بعد كده بيقول إيه؟ تزداد أهمية إدارة المواد في المنظمة كلما كان هناك وفرة في المواد. احنا قلنا امتى بيبقى في لما في ان الظروف الاقتصاديه بتاثر عندي على اهميه اداره المواد عندي جوه المنظمه. طيب في ظروف الندره، احنا قلنا بيبقى في نقص في بعض الموارد، وبالتالي بيقع عليها اعباء ان هي لازم توفر الموارد دي، فبيزداد اهميه ايه؟ اداره المواد داخل المنظمه. في ظروف الوفره، فعندي خلاص في وفرة في الموارد دي، فبالتالي أهميتها مش بتبقى زي وقت لما يكون في ندرة في الموارد. يبقى السؤال عندي: تزداد أهمية إدارة المواد في المنظمة كلما كان هناك وفرة في المواد. طبعا هنا تبقى العبارة غلط، وفرة في المواد دي هتبقى كلما كان هناك ندرة في المواد. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول بقى إيه؟ تهدف إدارة المواد إلى التنسيق بين الأنشطة المتعلقة بالمواد والأجهزة ذات العلاقة بالمواد. هو العنصر الأساسي في أهمية وظيفة إدارة المواد دي اللي هي ما تحققه من التنسيق بين الأنشطة اللي لها علاقة بالمواد، ومن ثم الأجهزة اللي بتقوم بهذه الأنشطة. يبقى ده أهمية أو العنصر الأساسي لأهمية وظيفة إدارة المواد، بتحاول تنسق بين الأجهزة اللي بتقوم بالأنشطة اللي ليها علاقة بالمواد. يبقى عندي العبارة هنا عبارة صحيحة. طيب السؤال هنا بيقول: يعتبر جهاز إدارة المواد من الأجهزة الصانعة للربحية في المنشأة. يعتبر جهاز إدارة المواد من الأجهزة الصانعة للربحية داخل المنشأة. طيب هل فعلا إدارة المواد من الأجهزة اللي عندي جوه المنظمة اللي ممكن تحقق لي أرباح أو تزود الأرباح بتاعتي؟ احنا كنت اخدته قبل كده ان الربح بيساوي ايه؟ ايرادات ناقص تكلفة. طيب ازاي
إدارة المواد بتساهم في تحقيق مستويات الربحية عن طريق إن هي بتخفض من تكاليف المواد. يعني أنا لو خفضت من تكاليف المواد عندي، ده هيأثر عليا إن الربح بتاعي هيزيد، لأن عندي تكلفة المواد في بعض الشركات بيكون أكتر من 57%، وكمان في بعض الشركات زي مثلا شركات البترول بعضها يعني بيكون تكلفة المواد عندي 80%. فلو جهاز إدارة المواد قدر يخفض التكلفة دي، فعندي الأرباح عندي هتزيد. يبقى جهاز إدارة المواد من الأجهزة الصانعة للربحية في المنشأة، يبقى عندي العبارة هنا هتبقى عبارة صحيحة. السؤال اللي بعد كده بيقول: يعتقد الكثير من الممارسين والباحثين أن إدارة المواد يمكنها أن تلعب دورا فعالا في تحسين معدلات الربحية للشركات المصرية. تاني، احنا قلنا إن الربح، عشان أزود الربح بتاعي، إيرادات ناقص تكاليف. طب لو نقصت، لو قللت التكاليف بتاعتي، الإيه؟ الربح عندي هيزيد. فبالتالي انا لما هخفض من تكاليف المواد، ازاي بقى جهاز ادارة المواد ده بيمكن ان هو بيحسن من معدلات الربح في الشركات المصرية؟ فانا لو خفضت نسبة او تكاليف المواد، اشتريت المواد بتكاليف اقل طبعا، من غير ما اثر على الجودة بتاعتي ولا الكمية اللي انا ولا الوقت اللي انا هورط فيه والجودة اللي انا محتاجها، ده هيأثر على إيه؟ إن الربح بتاعي هيزيد. ليه؟ لأن تكلفة المواد في بعض الشركات أكتر من 57%، وقلنا تاني إن في بعض الشركات أكتر من 80% زي شركات البترول. فلو جهاز إدارة المواد قدر يخفض من التكلفة، يبقى الأرباح دي هتزيد. يبقى عندي هنا العبارة هتبقى عبارة صحيحة. طيب السؤال بيقول تاني: يلعب جهاز إدارة المواد دورا هاما في تحقيق مستويات الربحية المطلوبة لأي منشأة؟ نقولنا خلاص إن جهاز إدارة المواد ده بيساهم في تحقيق مستويات الربحية عن طريق إن هو بيخفض تكاليف المواد، وبالتالي الربح عندي هيزيد. طيب ممكن عايزين نشوف دور إدارة المواد فعلا في زيادة مستويات الربحية عن طريق تخفيض تكليف المواد. هنبتدي نقارن ما بين دور جهاز إدارة المواد ودور جهاز التسويق. طيب احنا قلنا جهاز إدارة المواد لو خفضنا التكاليف عندي بجنيه واحد، مش المعادلة عندي الربح بيساوي إيرادات ناقص تكاليف. طيب أنا لو التكلفة، انا عندي لو الايرادات بتاعتي 100 جنيه، وليكن الايرادات بتاعتي 100 جنيه والتكاليف بتاعتي 50 جنيه، يبقى الربح بتاعي ايه؟ الايرادات 100 ناقص التكلفة اللي هي 50، يبقى عندي الربح بتاعي كام؟ 50 جنيه. طيب لو جهاز إدارة المواد قدر يخفض التكاليف ديت من 50 ل 25 جنيه، يبقى عندي الربح بتاعي بقى للإيرادات اللي هي 100 ناقص التكلفة اللي هي 25، يبقى عندي الربح إيه؟ زاد بقى كام؟ من 50 ل 75. فأنا لما قللت التكلفة عندي 25 جنيه، الربح عندي زاد 25 جنيه. يبقى أنا هنا جهاز إدارة المواد لو قدر إن هو يخفض التكاليف ب1 جنيه، يبقى عندي الأرباح عندي هتزيد ب1 جنيه. طيب نيجي نقارن بقى مع جهاز التسويق. جهاز التسويق بتوقف قدرته على زيادة الأرباح على إيه؟ نسبة مجمل الربح إلى المبيعات. لو كانت نسبة مجمل الربح إلى المبيعات 10%، فلو الشركة عايزة تزود الربح 1 جنيه، وبالتالي ده هي يعني هيبقى تأثيره إن لازم المبيعات عندي تزيد بنسبة 10 جنيه. وبالتالي دور جهاز إدارة المواد في تحقيق مستويات الربحية بيكون أكبر من الأجهزة الأخرى، لأن هو المسؤول عن تكاليف المواد اللي بتشكل جزء كبير جدا من تكلفة المنتج.
يبقى السؤال ما بيقول لي يلعب جهاز إدارة المواد دورا هاما في تحقيق مستويات الربحية الربحية المطلوبة لأي منشأة، يبقى عندي العبارة عبارة صحيحة. وقارنا ما بين جهاز إدارة المواد وجهاز التسويق في تحقيق المستويات الربحية لكل منهم. لما يقول لي لا توجد مزايا لتطبيق مفهوم إدارة المواد، لا توجد مزايا لتطبيق مفهوم إدارة المواد. احنا كنا قلنا ان العنصر الأساسي في أهمية الوظيفة بتاعت إدارة المواد ان هو ما تحققه من تنسيق بين الأنشطة اللي ليها علاقة بالمواد وكمان الأجهزة اللي بتقوم بهذه الأنشطة. طيب ايه اللي هيترتب او ايه المزايا اللي هتترتب على التنسيق ده؟ أول حاجة تعظيم الاستفادة من الأساليب أو الأدوات الرقابية المستخدمة في المنظمة زي مراكز التكلفة والبرمجة الخطية اللي بيعتمد استخدامها على الحاسبات الآلية في بحوث العمليات. لو جينا مثلا البرمجة الخطية دي، طبعا احنا بنستخدمها عشان نخطط ونراقب على كميات الإنتاج، إما يكون هدفها مثلا تحقيق كمية الإنتاج المثلى اللي بتحقق لي أكبر ربح ممكن أو أقل تكلفة ممكنة. وعشان أقدر أعظم من الاستفادة من الأساليب والأدوات الرقابية لابد من التنسيق اللي بيحققه وظيفة إدارة المواد. يبقى عندي أول ميزة اهي تعظيم الاستفادة من الأساليب أو الأدوات الرقابية المستخدمة في المنظمة. طيب تاني ميزة عندي اللي هي تخفيض التكاليف الخاصة بالحصول على المواد اللي ممكن بتصل في بعض الشركات الصناعية قلنا إلى أزيد من 57% من التكلفة الكلية للمنتج، وفي شركات زي شركات البترول بتكون أزيد من 80%. طب التخفيض ده بيحصل من خلال إيه بقى؟ من خلال الدور اللي بتقوم به وظيفة إدارة المواد بالتنسيق والتكامل مع الأنشطة اللي ليها علاقة بالمواد زي مثلا نشاط الشراء ونشاط المخزون. يمكن ان انا اخفض من رأس المال المستثمر في المخزون لما اشتري الكمية اللي انا محتاجها فقط، وبالتالي ليه؟ لان تكلفة التخزين ده بتكون من حوالي من 20 ل 36% من حجم رأس المال المستثمر. فبالتالي لما يكون حجم رأس المال مثلا 10 مليون، فتكلفة المخزون عندي هيبقى من 2 ل 3.6 مليون. ابتدي اقلل بقى من التكاليف لما اشتري الكميه اللي انا محتاجها فقط، اقلل مثلا من تكاليف الاهلاك، من تكاليف الايجارات، من تكاليف النور، تكاليف التهويه، التكييفات والحاجات دي، اجور العاملين اللي جوه شغالين في المخازن، التالف او الفاقد اللي ممكن يحصل. يبقى من خلال دور التنسيق والتكامل بين الانشطه اللي ليها علاقه بالمواد. احنا شفنا اول حاجه مثلا زي نشاط الشراء ونشاط المخزون. طيب ممكن ايه كمان؟ زي نشاط الشراء وجهاز النقل. من خلال توفير البيانات عن كميات الشراء ومواعيد التوريد هقدر اخفض تكاليف جهاز النقل. ازاي؟ يعني مثلا انا محتاج كمية معينة من المادة دي عايزة انقلها، فانا عندي معلومات عن الكميات اللي انا محتاجها، وبالتالي هشوف كل الكميات اللي انا محتاجها وابتدي انقلها مره واحده، فالتكاليف تكلفه النقل هتتحمل على كل الوحدات دي. طب لو انا نقلت كميه اقل من اللي انا محتاجها هضطر ان انا هاجي في مره تانية انقل تاني واتحمل تكاليف نقل اعلى. يبقى بالتالي التنسيق اللي بتقوم بيه وظيفه اداره المواد بين الانشطه اللي ليها علاقه بالمواد يقدر يخفض لي عندي من التكاليف. كمان عندي المزايا اللي بتمثلها عندي التنسيق ما بين الأنشطة اللي ليها علاقة بالمواد، تسوية مشكلة الأهداف المتعارضة بين الأنشطة ذات علاقة بالمواد خلال تحديد بقى ايه مسؤوليات كل ايه جهاز عندي جوه بالنسبة للأجهزة اللي ليها علاقة بالمواد. وقلنا كمان ان هو ده بيترتب عليه ضمن الحاجات اللي فيها تنسيق اللي هي مساهمة جهاز إدارة المواد في تحقيق مستويات الربحية المطلوبة. يبقى لما يقولي لا توجد مزايا لتطبيق مفهوم إدارة المواد، طبعا العبارة هنا هيبقى عبارة خاطئة.
طيب السؤال بعد كده بيقول يمكن أن يؤثر أداء إدارة المواد على باقي الإدارات الأخرى في المنظمة. يمكن أن يؤثر أداء إدارة المواد على باقي الإدارات الأخرى في المنظمة. إحنا كنا قارنا قبل كده ما بين دور جهاز إدارة المواد ودور جهاز التسويق في تحقيق مستويات الربحية، وقلنا إن دور جهاز إدارة المواد في تحقيق مستويات الربحية بيكون أكبر من الأجهزة الأخرى، لأنه هو المسؤول عن تكاليف المواد اللي بتشكل جزء كبير من تكلفة المنتج. بل بأن كمان قدرة جهاز التسويق ده على تحقيق الأرباح بتأثر بإيه؟ بجهاز إدارة المواد. إزاي؟ ليه؟ لأن إدارة المواد دي تبقى مسؤولة عن تكاليف المواد. إحنا قلنا إن تكلفة المواد دي بتشكل جزء كبير من تكلفة المنتج، فبالتالي لو أنا عملت زيادة في تكلفة المواد، لو أنا اشتريت المواد اللي أنا محتاجاها دي بتكلفة أكبر، فده هيأثر عندي على إيه؟ إن تكلفة المنتج الكلية هتزيد. أول حاجة يبقى سعر البيع عندي هيزيد، لو أنتجت المنتج بتاعي ده تكلفته كانت عالية، طب أنا عايز أكسب، لازم هزود على تكلفة المنتج دي الربح بتاعي اللي أنا محتاجه، فبالتالي سعر البيع عندي هيزيد، وده هيتأثر عليه إيه؟ إن حجم المبيعات والإيرادات عندي هيقل. يبقى بالتالي إن هنا دور جهاز يعني إدارة المواد ده أثر عندي على جهاز التسويق. فلما يقول لي إن يمكن أن يؤثر إدارة أداء إدارة المواد على باقي الإدارات الأخرى في المنظمة، يبقى عندي هنا العبارة عبارة صحيحة، وأخدنا مثال عندي لجهاز التسويق، وقلنا لو أنا اشتريت المواد بفلوس اكتر او دفعت فيها تكلفة عالية يعني للمواد، ده هيأثر على التكلفة الكلية للمنتج، وبالتالي هيرفع سعر البيع، وبالتالي حجم المبيعات والإيرادات عندي هيقل. يبقى عندي هنا العبارة تبقى عبارة صحيحة. لا توجد أهداف محددة لإدارة المواد. السؤال عندي بيقول لا توجد أهداف محددة لإدارة المواد. طيب أنا عندي إيه هي بقى أهداف إدارة المواد؟ عندي أول هدف لإدارة المواد هو ضمان استمرارية العمل في أقسام الإنتاج والتشغيل. من خلال إيه بقى؟ إن أنا بوفر المواد المطلوبة، المواد اللي بتستخدم في عملية الإنتاج، لأن أي نقص في المادة ديت أو المواد اللي بتستخدم ده بيترتب عليه إن مش هيبقى فيه إنتاج، مش هقدر أنتج طول ما مفيش المادة الخام اللي أنا بستخدمها أو المواد والأعداد والأدوات اللي أنا بحتاجها في الإنتاج، وبالتالي المنظمة مش هتقدر تلبي احتياجات العملاء بالكمية والمواصفات في الوقت المناسب. وممكن يكون العميل بتاعي أنا شركة، يعني مش لازم يكون العميل عندي شخص، أنا مثلا شركة بتنتج كابلات، وليكن شركة بتنتج كابلات، العميل بتاعي شركة تانية بتستخدم الكابلات في إنتاج منتجات تانية. فده لو انا ما لو انا ما 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 انتجتش بالكميه المطلوبه وبالجوده المطلوبه في الوقت المناسب، ده في الوقت المناسب بالذات هيأثر عليا ان انا هدفع غرامات تأخير لو انا ما وديتش المنتجات اللي انا انتجتها دي للعميل بتاعي في الوقت المناسب، ده هيأثر عليا ان انا ابتدي ادفع غرامات تأخير لو كان العميل بتاعي شركه اخرى، وبالتالي ده هيؤثر على سمعة المنظمة في السوق بالسلب أكيد، وممكن يعرضها في الأجل الطويل إن هي تخرج أصلا من السوق. يبقى أول حاجة عندي ضمان استمرارية العمل في أقسام الإنتاج والتشغيل. طيب لو الشركة قالت أنا هتغلب بقى على كل المشاكل اللي أنا قلتها دي، إن أنا هحاول بنقص المواد إن أنا أحاول أتجه إن أنا أنتج منتج تاني، ده طبعا هيحملها مزيد من التكاليف، تكاليف خاصة بالإعداد والتجهيز والآلات والمعدات، هتدفع فلوس عشان تقدر كتير تاني عشان تقدر تشوف اللي تحول الإنتاج بتاعها لمنتج تاني. يبقى تاني أدي أول هدف عندي ضمان استمرارية العمل في أقسام الإنتاج والتشغيل من خلال ضمان استمرارية تدفق المواد المطلوبة. طيب الهدف التاني عندي
تخفيض حجم رأس المال المستثمر في المخزون، ومن ثم تكاليف التخزين. عن طريق إيه بقى؟ إن أنا بخفض حجم المواد اللي أنا بخزنها بالشكل اللي بيأثر سلبا على تدفق المواد واستمرارية يعني استمرارية العمل في أقسام الإنتاج والتشغيل. يبقى تاني عندي هدف تخفيض حجم رأس المال المستثمر في المخزون، ومن ثم تكاليف التخزين. طيب ايه كمان من ضمن اهداف ادارة المواد؟ المحافظة على استمرارية الجودة المطلوبة للمواد. وعندي للجودة في كذا بعد، في عندي جودة الملائمة اللي هي مدى ملائمة مواصفات المواد المشترى للمواصفات المطلوبة، وعندي جودة الاعتمادية اللي هي مدى إمكانية الاعتماد على المواد بمواصفاتها الحالية اللي أنا اشتريتها خلاص في إنتاج المنتج بالمواصفات المطلوبة ليه المفروض ينتج بيها. وكمان بإضافة إن أنا لو عندي لو أنا مصنع يعني وعندي آلات ومعدات في أبعاد تانية للجودة زي سهولة الصيانة، لو في قطع أشوف إزاي هعمل صيانة الآلات ديت، قطع لو محتاجة قطع غيار هيبقى فيه هل هي متوفرة قطع الغيار دي ولا لأ. وكمان قوة التحمل، هل الآلة تتحمل العمل اللي أنا هقوم بيه ده ولا لأ. يبقى تالت هدف عندي اللي هي المحافظة على استمرارية الجودة المطلوبة للمواد، وقلنا الجودة ليها أبعاد كتيرة زي جودة الملائمة وجودة الاعتمادية، ولو عندي مش دي المنظمة دي إنتاجية وعندها آلات ومعدات بإضافة لجودة الملائمة وجودة الاعتمادية عندي سهولة الصيانة وقوة التحمل من أبعاد الجودة. طب إيه كمان من أهداف إدارة المواد؟ عندي توفير الاحتياجات اللازمة للإنتاج بأقل تكلفة ممكنة دون التأثير السلبي على الكمية المناسبة ومواصفات الجودة المناسبة في الوقت المناسب. يبقى أنا عندي الهدف الرابع توفير الاحتياجات اللازمة للإنتاج بأقل تكلفة ممكنة دون التأثير على الكمية والمواصفات والوقت المناسب. كمان إدارة المواد دي بتدعم المركز التنافسي للمنظمة من خلال تخفيض تكاليف المواد طبعا دون التأثير السلبي على المواصفات ولا الكمية ولا الوقت. انا هخفض تكلفة المواد بس اهم حاجة مش هأثر عندي على المواصفات بتاعتي اللي انا محددها للمنتج، يعني الجودة بتاعت المواد ديت والكمية اللي انا محتاجها والوقت اللي انا هيتورد ليا المادة ديت. ده بيساهم في تخفيض تكلفة المنتج وبالتالي سعر البيع مقابل المنافسين اللي عندي في السوق. طيب يعني معنى كده ان انا عندي لما هيبقى في تخفيض في التكاليف المبيعات عندي بالتأكيد هيبقى في زيادة وبالتالي الأرباح هتزيد، أمر اللي ممكن يمكن المنظمة من زيادة الإنفاق على الترويج وتقديم المزيد من الخصومات للعميل عندي بتاعي. يبقى المبيعات أكبر يبقى هيترتب عليها أرباح أكبر وبالتالي مزيد من التدعيم للمركز التنافسي. كمان يستطيع جهاز إدارة المواد بما يوفره من بيانات ومعلومات عن العملاء وظروفهم تدعيم أنشطة البحوث والتطوير في المنظمة سواء كان بتتعلق بالمنتج أو بتكنولوجيا الإنتاج. طيب ايه تاني من ضمن اهداف ادارة المواد؟ الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الاجهزة الاخرى اللي ليها علاقة بالمواد في المنظمة زي العلاقة ما بين جهاز ادارة المواد وجهاز الانتاج. جهاز الانتاج ده ايه؟ هو اللي بيحدد الكميات المطلوبة من المواد ومواعيد الطلب ومواصفاتها، وبالتالي هيدي جهاز إدارة المواد المعلومات ديت. فالاحتفاظ بعلاقات طيبة ده هيترتب عليه إن كل جهاز يحقق أهدافه بكفاءة وفاعلية. طيب إيه كمان من ضمن أهداف إدارة المواد؟ تخفيض التكاليف الخاصة بجهاز إدارة المواد زي إيه؟ تكاليف الأجور ومرتبات العاملين بالجهاز، تكاليف الاتصالات التليفون والبريد، تكاليف الانتقالات وما غيرها من التكاليف. طيب كيف يمكن تحقيق هذا التخفيض في التكاليف؟ من خلال عدد من الأمور. أول حاجة المراجعة المستمرة لأنشطة جهاز إدارة المواد بهدف إيه؟ تطويرها وتطوير أساليب أدائها. إيه كمان؟ تبسيط إجراءات الأداء ديت. طب إيه كمان؟ تدريب العاملين داخل الجهاز.
طيب ايه كمان من ضمن اهداف اداره المواد؟ تطوير علاقات طيبه مع الموردين، وده بيتطلب حسن اختيارهم. طيب امتى بقى بيبرز اهميه هذا الاهم يعني هذا العنصر؟ لما بيحصل عندي نقص او ندره في بعض المواد. لو ما فيش علاقات طيبه مع الموردين، مش هيوردوا لي المنتج الماده الخام اللي انا محتاجاها في ظروف الندره، وده هي 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 يعني هيؤثر على شروط التعاقد وخدمات ما بعد البيع اللي بتقدمها لي الموردين. طبعا كل دي أهداف عامة وتنطبق على كل المنظمات بغض النظر عن نشاطها أو أهدافها. يبقى سؤال عندي لما يقول لا توجد أهداف محددة لإدارة المواد، طبعا عندي هنا العبارة هتبقى عبارة خاطئة. السؤال بقى كده بيقول يوجد 4 مراحل للتطور التاريخي لوظيفة إدارة المواد. طيب احنا عشان نعرف كام مرحلة من المراحل، عايزين نعرف المراحل اللي مرت بيها الوظيفة دي. هي ظهرت نتيجة لمراحل تطور الخاصة بإدارة المشتريات بشكل خاص، وكان الهدف منها هو تخفيض تكاليف المواد خلال مراحل تدفقها بالمنظمة بأقل قدر ممكن، بالشكل اللي بيساعد المنظمة على تحقيق أهدافها بفاعلية وكفاءة. طيب ايه المراحل دي؟ أول مرحلة عندي لم يكن هناك وظيفة خاصة بالشراء، ومن ثم مفيش إدارة أو قسم مسؤول عن الشراء، وكانت كل إدارة بتقوم بشراء احتياجاتها. طب النتيجة إيه؟ النتيجة إن مسؤولية الشراء كانت بتتبع أشخاص مسؤولة عن أنشطة أخرى، ومن ثم عدم توجيه الاهتمام بأنشطة الشراء بنفس الاهتمام بأنشطتهم الرئيسية. يعني كل مدير كان هو اللي بيقوم بشراء الاحتياجات بتاعته، والنتيجة ان هو طبعا عمره ما اهتم بأنشطة الشراء بنفس الأنشطة الأساسية أو الوظيفة الأساسية اللي هو بيقوم بيها. ادي أول مرحلة. طيب المرحلة اللي بعد كده هنقول ظهر هناك اهتمام أكبر بوظيفة الشراء، ولكن ظل عدم وجود شخص مسؤول عن الوظيفة، وأصبحت الوظيفة من ضمن مسؤوليات المدير العام أو رئيس المنظمة. دي المرحلة الثانية. طيب المرحلة الثالثة، أصبح هناك شخص أو مدير مسؤول عن وظيفة الشراء، إلا أن سلطته كانت استشارية، يعني ملهوش الحق في اتخاذ القرار، لأن مع الاستمرار في نهاية المرحلة دي أصبح له سلطة تنفيذية، يعني ليه الحق في اتخاذ القرار. طيب في المرحلة الرابعة، أصبح هناك مدير مسؤول عن الشراء، له سلطة تنفيذية، يبقى له الحق في إصدار القرارات داخل جهاز الشراء، ولكن سلطته سلطة استشارية بالنسبة للأجهزة الأخرى. طيب آخر مرحلة عندي اللي هو ظهر أهمية للتنسيق بين الأنشطة الخاصة بالمواد لتخفيض تكلفة المواد للحد الأدنى، الأمر الذي أدى إلى ظهور إدارة المواد. يبقى عندي في 5 مراحل من مراحل التطور التاريخي لوظيفة إدارة المواد. يبقى عندي هنا العبارة تبقى عبارة خاطئة، هي لأن عندي 4 مش 4 مراحل، عندي 5 مراحل مرت بها التطور التاريخي لوظيفة إدارة المواد. السؤال اللي بعد كده بيقول تبدأ أنشطة إدارة المواد بتخطيط الاحتياجات من المواد. تبدأ أنشطة إدارة المواد بتخطيط الاحتياجات من المواد. إحنا قلنا الأنشطة الرئيسية اللي بتقوم بيها إدارة المواد إيه؟ إحنا قلنا أول حاجة تخطيط الاحتياجات من المواد، وبعد كده النشاط التاني الحصول على المواد اللي هو الشراء، النشاط التالت توزيع المواد على الوحدات داخل التنظيم، وآخر نشاط عندي إدارة المخزون. فلما أقولي تبدأ أنشطة إدارة المواد بتخطيط الاحتياجات من المواد، يبقى العبارة عندي عبارة صحيحة. طيب السؤال بعد كده بيقول تنتهي أنشطة إدارة المواد بإدارة المخزون. احنا لسه قايلين إن الأنشطة بتاعة إدارة المواد بتبدأ بتخطيط إدارة المواد، تخطيط الاحتياجات من المواد، بعد كده الحصول على المواد اللي هو الشراء، نشوف إجراءات الشراء،
اختيار مصدر التوريد المناسب، تحديد السعر المناسب. بعد كده النشاط التالت، توزيع المواد على الوحدات داخل التنظيم. وآخر حاجة بتنتهي بيها اللي هي إدارة المخزون. يبقى تنتهي أنشطة إدارة المواد بإدارة المخزون، يبقى عندي العبارة تبقى عبارة صحيحة. هناخد أسئلة اختيارات بعد كده. السؤال بيقول: أدى التغير المستمر في إيه إلى تعاظم دور إدارة المواد في المنظمات؟ A أسعار التوريد وتذبذبها، B طول فترة التوريد، C حالات الندرة التي يمر بها المواد، D كل ما سبق. نقولنا إن التغير المستمر في أسعار التوريد وتذبذبها وطول فترات التوريد وحالات الندرة اللي بيمر بها بعض المواد، كل دي من العوامل اللي أثرت على تعاظم دور إدارة المواد في المنظمات. يبقى العبارة الصحيحة هيبقى إيه؟ كل ما سبق. السؤال بقى كده بيقول: يقصد بإيه كافة المستلزمات السلعية التي يتم استخدامها في المنظمة والتي تمثل المواد الخام، قطع الغيار، مواد الصيانة، مواد التعبئة والتغليف، العدد والأدوات، الآلات والمعدات، والسلع تحت التشغيل، والمنتجات تمت الصنع. ألف الشراء، ب الإمداد والتموين، جيم التوريد، دال المواد، لا التوزيع المادي. احنا قلنا ان المواد هي كافة المستلزمات السلعية بتم استخدامها في المنظمة. المواد ايه؟ بالمعنى الواسع، اللي بتشمل المواد الخام، القطع الغيار، مواد الصيانة، مواد التعبئة والتغليف، العدد والأدوات، الآلات والمعدات، والسلع تحت التشغيل، والمنتجات تمت الصنع. يبقى يقصد بيه الإجابة الصحيحة هتبقى المواد. يقصد بإيه مجموعة الأنشطة المرتبطة بالتعرف على وتوفير الاحتياجات من المواد مع ضمان تدفقها لمواقع الإنتاج والتشغيل، مواصفات الجودة المناسبة والكمية المناسبة وفي الوقت المناسب وبأقل تكلفة ممكنة ومصدر التوريد المناسب؟ A الشراء، B الإمداد والتموين، C التوريد، D إدارة المواد أو التوزيع المادي. نقول إيه هو مجموعة الأنشطة المرتبطة بالتعرف على وتوفير الاحتياجات من المواد مع ضمان تدفقها لمواقع الإنتاج والتشغيل، مواصفات الجودة المناسبة والكمية المناسبة، الوقت المناسب، وتكلفة أقل تكلفة ممكنة ومصدر التوريد المناسب. يقصد بالشراء. الإجابة الصحيحة هتبقى الشراء. الأنشطة المرتبطة بالتعرف على وتوفير الاحتياجات من المواد. طيب السؤال بعد كده بيقول: يتضمن إيه مجموعة الأنشطة التي تشمل الشراء والتخزين، الفحص والاستلام، والنقل والتصرف في الفاقد أو التلف؟ ألف أو إيه الشراء، ب الإمداد والتموين، C التوريد، D إدارة المواد، ولا التوزيع المادي. نقولنا إن التوريد وأشمل من الشراء وبتضمن على مجموعة من الأنشطة التي تشمل الشراء والتخزين والفحص والاستلام والتصرف والنقل والتصرف في الفاقد أو التلف. يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى C التوريد. السؤال بعد كده بيقول: تهتم وظيفة إيه بتحقيق التنسيق الأمثل لعمليات تحريك
المواد الخام وتخزينها، النقل والمناولة الداخلية للمنتجات أو السلع تحت التشغيل، تخزين ونقل والتعبئة والتغليف المنتجات تامة الصنع. A الشراء، B الإمداد والتموين، C التوريد، D إدارة المواد، ولا التوزيع المادي. كنا قلنا إن وظيفة الإمداد والتموين دي ظهر أول ما ظهرت كانت في الجيش الفرنسي، وكتم استخدامها في المنظمات غير العسكرية، وبتهتم بتحقيق التنسيق الأمثل لعمليات تحريك المادة الخام وتخزينها والنقل والمناولة الداخلية لمنتجات أو السلع تحت التشغيل، وتخزين ونقل وتعبئة والتغليف من منتجات تامة الصنع. يبقى الإجابة الصحيحة تبقى ب الإمداد والتموين. السؤال اللي بعد كده بيقول: تختلف وظيفة الإمداد والتموين عن وظيفة التوريد في نقل ألف أو إيه؟ نقل المادة الخام، ب نقل المواد تامة الصنع، س تخزين المادة الخام، د A و B معا، E لا شيء مما سبق. احنا قلنا وظيفة الإمداد والتموين ووظيفة التوريد. طب تيجي كده نرجع لوظيفة الإمداد والتموين، احنا اللي سألنا فوق ده بتهتم بإيه؟ بتحقيق التنسيق الأمثل لعمليات تحريك المواد الخام وتخزينها والنقل والمناولة الداخلية للمنتجات أو السلع تحت التشغيل، وتخزين ونقل والتعبئة والتغليف للمنتجات تامة الصنع. يعني كده هو مهتم بالعمليات اللي بتحصل جوه المنظمة، توفير المادة الخام وعمليات النقل والمناولة وكل حاجة بتحصل جوه المنظمة، وكمان بأنشطة النقل والتعبئة والتغليف لمنتجات تامة الصنع. تمام. طيب وظيفة التوريد، وظيفة التوريد بيضم الأنشطة اللي بتشمل الشراء والتخزين والفحص والاستلام والنقل والتصرف في الفاقد أو التلف. يبقى ليه علاقة برضو بالأنشطة الخاصة بالعمليات الداخلية اللي بندي جوه المنظمة. طيب ايه بقى الاختلاف ما بين الإمداد والتموين وظيفة التوريد؟ هل في ألف نقل المادة الخام، نقل المواد تامة الصنع، تخزين المادة الخام، A و B معا، A اللي هو نقل المادة الخام ونقل المواد تامة الصنع، ولا لا شيء مما سبق؟ الفرق ما بين الاتنين إن وظيفة الإمداد والتموين بتهتم بنقل المواد تامة الصنع، الحاجات اللي بتحصل خارج المنظمة، يبقى نقل المواد تامة الصنع. ترتبط وظيفة التوزيع المادي ب بالأنشطة الخاصة بالمنتجات تامة الصنع، بالأنشطة الخاصة بالمنتجات تحت التشغيل، بالنقل للعملاء وخدمات ما بعد البيع، A و C معا، ولا لا شيء مما سبق. احنا قلنا وظيفة التوزيع المادي دي بتهتم بالأنشطة الخاصة بإيه؟ زي تخزين المنتجات تامة الصنع، تحديد مواقع المخازن، التعبئة والتغليف، النقل للعملاء، وخدمات ما بعد البيع. وكل الأنشطة دي خاصة بالمنتجات تامة الصنع، والأنشطة اللي بتتم أو للتعامل مع العملاء. يبقى عندي الأنشطة الخاصة بالمنتجات تامة الصنع والنقل للعملاء أو خدمات ما بعد البيع. يبقى عندي الإجابة الصحيحة تبقى إيه و سي معا. يبقى الإجابة الصحيحة تبقى دي اللي هي إيه و سي معا. طيب السؤال اللي بعديه بيقول: ترتبط وظيفة إدارة المواد ب بالأنشطة الخاصة بالمنتجات تامة الصنع، تدفق المواد داخل التنظيم، النقل للعملاء وخدمات ما بعد البيع، A و B معا اللي هي الأنشطة الخاصة بالمنتجات تامة الصنع وتدفق المواد داخل التنظيم، ولا كل ما سبق؟
احنا قلنا ان وظيفة ادارة المواد ديت تعريفها ايه؟ قلنا كل الانشطة الادارية تتضمن من تخطيط وتنظيم وتوجيه الرقابة للانشطة المتعلقة بتدفق المواد داخل التنظيم، وملهاش علاقة خالص بما يتم خارج التنظيم، سواء بالانشطة الخاصة بالمنتجات تم تصنيعها او النقل وخدمات ما بعد البيع. يبقى الاجابة الصحيحة هتبقى تدفق المواد داخل التنظيم. يبقى صحيح حبيت تدفق المواد داخل التنظيم. يعتبر سؤال بقى كده بيقول يعتبر ايه من الانشطه الخاصه بوظيفه اداره المواد؟ تخطيط الاحتياجات من المواد، الحصول على المواد اللي هو الشراء، توزيع المواد على الوحدات الانتاجيه داخل المنظمه، اداره المخزون من عناصر المواد، ولا كل ما سبق. احنا قلنا ان الانشطه اللي بيقوم بيها وظيفه اداره المواد بتبدا بتخطيط الاحتياجات من المخزون وبتنتهي باداره المخزون، بالاضافه الى الحصول على المواد وتوزيع المواد على الوحدات الانتاجيه داخل المنظمه. يبقى العباره الصحيحه هتبقى كل ما سبق. السؤال اللي بعد كده بتقول تقل أهمية إدارة المواد في المنظمة في حالة ألف مركزية الإدارة، ب تفويض السلطة والمسؤولية، إيه و بي معا، ولا لا شيء مما سبق. نقولنا كل ما كانت الإدارة متركزة في يد الإدارة العليا كل ما بيقل أهمية إدارة المواد في المنظمة، لأن هي إدارة عليا هي اللي بتاخد كل القرارات. طيب لو في تفويض للسلطة بتزداد أهمية إدارة المواد في المنظمة. يبقى السؤال عندي بيقول لي تقل أهمية إدارة المواد في المنظمة في حالة بقى إيه يا شباب؟ مركزية الإدارة. العبارة الصحيحة تبقى إيه في حالة مركزية الإدارة؟ السؤال بقى كده بيقول يترتب على ندرة المادة سين التي تدخل في إنتاج منتج المنظمة إلى يترتب عليه إيه؟ ألف إيه؟ تعظيم دور إدارة المواد، ب تخفيض دور إدارة المواد، لا تتأثر أهمية دور إدارة المواد، ولا لا شيء مما سبق. قلنا لما في حالات الندرة بيقع على إدارة المواد دور كبير في توفير المواد اللي فيها ندرة ديت، وبالتالي بتزداد أو بتتعاظم دور إدارة المواد داخل المنظمة. يبقى ترتب على ندرة المادة سين تدخل في إنتاج منتج المنظمة إيه بقى إيه؟ تعظيم دور إدارة المواد جوه المنظمة أو زيادة دور إدارة الموارد. يعتبر ايه من مزايا التنسيق بين الانشطه المتعلقه بالمواد والاجهزه العلاقه بالمواد؟ الف تعظيم الاستفاده من الادوات الرقابيه مثل مراكز التكلفه والبرمجه الالكترونيه بالاعتماد على الحاسب الالي، تخفيض التكلفه الخاصه بالحصول على المواد، تسوية مشكلة الأهداف المتعارضة بين الأقسام المختلفة مثل الشراء والتخزين والنقل والإنتاج، المساهمة في تحقيق مستويات الربحية المطلوبة، ولا كل ما سبق. قلنا كل ده اللي هو تعظيم الاستفادة من الأدوات الرقابية، تخفيض التكلفة الخاصة بالحصول على المواد، تسوية مشكلة الأهداف المتعارضة بين الأقسام المختلفة، والمساهمة في تحقيق مستويات الربحية المطلوبة. كل دي من مزايا التنسيق بين الأنشطة الخاصة بالمواد والأجهزة أجهزة العلاقة بالمواد. يبقى العبارة الصحيحة بتبقى كل ما سبق. يعتبر ايه من اهداف ادارة المواد في المنظمة؟ الف او ايه ضمان استمرارية العمل داخل المشروع من خلال ضمان التدفق المستمر للمواد المطلوبة، ب تخفيض حجم المخزون في الموجودات المخزنية
من المواد، وبالتالي تخفيض تكلفة التخزين الكلية التي تتراوح ما بين 20 إلى 36% من قيمة حجم المستثمر في المخزون. سي شراء احتياجات الإنتاج من المستلزمات السلعية بأقل سعر ممكن دون الإخلال بعنصر الجودة. دي تدعيم المركز التنافسي للمشروع من خلال مراقبة تكلفة المواد المستخدمة وتخفيضها إلى أقل حد ممكن. إيه تخفيض التكاليف الإدارية لجهاز إدارة المواد زي أجور ومرتبات العاملين في جهاز إدارة المواد، مصروفات البدلات والانتقالات، البريد، وتطوير علاقات بناءة مع الموردين. على كل ما سبق احنا كنا قلنا ان كل اللي احنا قلناه دي من ضمن اهداف ادارة المواد وشرحناها قبل كده، يبقى الاجابة الصحيحة هتبقى كل ما سبق. يعتبر كل مما يلي اهداف ادارة المواد في المنظمة ما عدا تخفيض حجم المستثمر في الموجودات المخزونية من المواد، شراء احتياجات الإنتاج من المستلزمات السلعية بأقل سعر ممكن دون الإخلال بعنصر الجودة، تسويق المنتجات تامة الصنع، تطوير علاقات بناءة مع الموردين، ولا لا شيء مما سبق. احنا قلنا كل ده فعلا من أهداف إدارة المواد: تخفيض حجم المستثمر في المخزون، شراء احتياجات الإنتاج، وتطوير علاقات بناءة مع الموردين، لكن تسويق المنتجات تمت الصنع مش من ضمن أهداف إدارة المواد، يبقى دي الحاجة الوحيدة اللي مش من ضمن أهداف إدارة المواد: تسويق المنتجات تمت الصنع، عبارة تبقى سي. بيمثل إيه المرحلة الثالثة من المراحل التطور التاريخي لوظيفة إدارة المواد؟ تزايد الاهتمام بأنشطة المشتريات مع عدم وجود متخصص أو شخص متخصص لمدير المشتريات، يبقى تزايد الاهتمام بأنشطة المشتريات مع عدم وجود تخصص مدير مسؤول عنها، مع عدم تخصيص مدير مسؤول عنها، عدم وجود إدارة للمشتريات، وجود إدارة للمشتريات مسؤولة عن أنشطة الشراء والقرارات المتعلقة بها، وجود مدير مسؤول عن أنشطة الشراء ذو سلطة استشارية، التنسيق بين أنشطة الشراء والأنشطة ذات العلاقة بها. قلنا قبل كده ان اول مرحله ان ما كانش فيه هناك وظيفه خاصه بالشراء، وبالتالي ما كانش فيه قسم او اداره خاصه بالشراء، وبعد كده ظهر اهميه لوظيفه الشراء لكن ما كانش فيه شخص مسؤول عن وظيفه الشراء، وبعد كده في المرحله الثالثه اصبح هناك شخص او مدير مسؤول عن وظيفه الشراء سلطته كانت استشاريه، بعد كده اصبح هناك مدير مسؤول عن المرحله الرابعه، أصبح هناك مدير مسؤول عن الشراء له سلطة تنفيذية، له الحق في إصدار القرارات داخل جهاز الشراء، ولكن سلطته استشارية بالنسبة للأجهزة الأخرى. وفي النهاية ظهر أهمية للتنسيق بين الأنشطة الخاصة بالمواد لتخفيض تكلفة المواد للحد الأدنى، ده أدى إلى ظهور في النهاية مفهوم إدارة المواد. يبقى عندي المرحلة الثالثة اللي هي بتقول هناك أصبح هناك شخص أو مدير مسؤول عن وظيفة الشراء لأنه كانت سلطته استشارية، يبقى وجود مدير مسؤول عن أنشطة الشراء ذو سلطة استشارية لأن كان في النهاية نهاية المرحلة دي أصبحت سلطته تنفيذية، بس الإجابة الصحيحة هنا هتبقى الإجابة دي. السؤال بعد كده بيقول يعتبر إيه أولى مراحل التطور التاريخي لوظيفة إدارة المواد؟ تزايد الاهتمام بأنشطة المشتريات مع عدم وجود مع عدم تخصيص مدير مسؤول عنها، عدم وجود إدارة للمشتريات، وجود إدارة للمشتريات مسؤولة عن أنشطة الشراء والقرارات المتعلقة بها، وجود مدير مسؤولا عن أنشطة الشراء ذو سلطة استشارية.
التنسيق بين أنشطة الشراء والأنشطة ذات العلاقة بها. احنا قلنا أول حاجة ما كانش فيه وظيفة خاصة بالشراء، وبالتالي ما كانش فيه إدارة أو قسم خاص بالمشتريات، يبقى أول مرحلة اللي هي عدم وجود إدارة للمشتريات. آخر سؤال عندي بيقول يمثل إيه المرحلة الأخيرة من مراحل التطور التاريخي لوظيفة إدارة المواد؟ تزايد الاهتمام بأنشطة المشتريات مع عدم وجود أو مع عدم تخصيص مدير مسؤول عنها، عدم وجود إدارة للمشتريات، وجود إدارة للمشتريات مسؤولة عن أنشطة الشراء والقرارات المتعلقة بها، وجود مديرة مسؤولة عن أنشطة الشراء ذو سلطة استشارية، التنسيق بين أنشطة الشراء والأنشطة ذات العلاقة بها. احنا قلنا آخر مرحلة عندي ظهر أهمية للتنسيق بين الأنشطة الخاصة بالمواد، وده كان لتخفيض تكلفة المواد للحد الأدنى، وده أدى في النهاية إلى ظهور إدارة المواد. يبقى الإجابة الصحيحة هتبقى إجابة إيه. أتمنى تكونوا استفدتم من الفصل، إن شاء الله على لقاء آخر.